عنده ولا ما عنديش ياكل بليش صحيح ولا يحش بليش ولا يهز بليش خوجي معناها معناتها انا واحد من الناس اتمنى معناتها يكون سيلو جينيريتاسيون في اللي في سورتو في البلايص اللي فيهم معناتها معناتها دي كونستركسيون من نوع هذايا والبلديات واحد ما خموش باش يعملوا دي زون فيغ يجي لي دي مرات نقعدوا هنا في الليل يقول لي هاو هز طماطم انت هز مره هو بيدو مدلي فهمت واحد بيهم قعدوا في الدار فهمت عليه خاطر على ما حكيت انا وياه معناتها ماهيش تاع المونوبري بيو معناها انا مثلا في دار عزيزي في السود نتذكر انا صغير معناها عامل دار عربي ومعبي فهمت وحده يسقي فيهم ولا يبيهم بيو ولا بقدو يشي ميت حتى شيء دونك صافي معناتها رجع لي ميموار نتاع 30 سنة تالي كي حاجة كيف هو سيت ان بروجي كي اكزيست في فرنسا اسمه لي انكرويابل كوميسيبل وكي شفت انا البروجي نتاعهم جو مي سو دي سا بوغ اتر تري انتريسون باش نعمل حاجة كيما هكا في تونس هكا وعلاش جاتني فكرة البلاصة هذي خاطر انا واحد من الناس تو ديما نتعدى منها هكا نقضي وكذا وكل مرة نقعد مع شعبان نحكي كلمتين على الفلاحة ومن البيجة دونك فوالا بشوية بشوية من بعد كي قلت هيا خاي جو ملونسي ونعمل حاجة هكا في تونس عرفت اما تجي كان هنا خاطر ديجا حي النصر معناتها مش مستانسين عليه العباد في تار كيما هكا وقلت كان هنا الناس تولي تشارك معنا وكل هذا ياسر هي الفكرة احنا البروجي سميناه بالعربي كل مني بالشفاء وسلوغون نتاعنا عنده ولا ما عندهش ياكل بلاش صحيح ولا يحش بلاش ولا يهز بلاش كل بون خذينا اخترنا دو ليسباس هذوما خاطر قراب للبلاص وشعبين هو ديما هنا معناتها الاكثريه نجموا حتى نسقيهم خاطر يتطلب ماء هي تطلب حاجه واحده لازم تطلب سيرتو توا الدنيا سخونه لازم ديما تطلب ماء والتربه باهيه هذه تو التربه اللي حاطينها لهنا التربه تحفونا برشا ما غير حتى شيء مصلي على النبي اي حاجه تطلع ولا برشا ناس استغلوها وخذوا منها مصلي على النبي والله تبارك الله تشوف مصلي على النبي كلها معبية طماطم وفلفل وزرعنا بطاطا غديك بون مازال ما خامت مازال ودلاع وكا شفت الدلاع حصيل وعملنا عليها الجو تحفوظ كانوا لي سباس هذوما مهملين كومبليتمون واحنا قلنا يعني شنو هو اللي ينجم يوصل لتونسي معناتها يحاول مع بعض وكذا ويتحسس بحاجه كان النعمه وكانت تبارك الله معناتها التراب ديما تونس تلقاه مغروم بالحكايه هذوما وإفكتيفمون الناس بزاف بشوية بشوية سيسو انتيريسي وكل احنا ما شاورناش من الأول جينا زرعنا وكي ولد بها حبوها وقتها معناتها اون سي غي ابروبريي كيلكو بار يعني البلاصة فهمتها فما واحد يسكن هنا الفيلا هذيك الفيلا هذيا معناتها هذاك جا و إلا بروبوزي معناتها باش يشارك ولكن السؤال يطرح ديما من نجيبو زرع والباك هذا كيفاش فوالا دونك اون تيرم دو لوجيستيك انا نعاونوهم في الحكاية مثلا نعاونو هنا تشوف فكرة فهمت نعاونو نجمو حتى نجيبو له زرع كيما عندوش من الأول من بعد نحاولو نشجعوه باش يلوش عليها شوية هو زاد خاطر فما النمط هذاك زاد نتاع تلوج على الزريعة الباهية التونسية وكذا معناتها فوالا سي هما سي يعني بليزيور نوسيون بليزيور برانسيب اللي يتقابلوا مع بعضهم وتولي معناتها حاجة مش كان جارديناج أوربان تولي حتى فلاحة يعني بصفة عامة إيكولوجية في في ليتا ديسبري يعني حتى العباد تولي تخمم فلاحة إيكولوجية ما عادش سي ميم بلو دو بيولوجيك إن شاء الله تعمل الفكرة هذه في برشا بلايص ثم خاطر دي جرون إسباس بيني ضايعين كما همش قاعدين يستغلوا فيهم الناس البلايص هذيك كان واحد ريتها وين الصعدة هذيك من البلايص بطحة كبيرة بالقدام هذيك تتعمل لك صلي على النبي